يا هلا والله شباب، بهالفيديو رح نلعب مع بعض Call of Duty Black Ops Cold War، بس مو لعب عادي، لا، تحدي بيني أنا مع مشتركيني ضد يوتيوبرز ثانيين مع مشتركينهم. إذا كنت متابعني على تويتر وإنستغرام أظن بتعرف موضوع الفيديو. Call of Duty الشرق الأوسط اختارت 4 يوتيوبرز، أنا، فيس فيروس، ريل فراس، وعزيز تشوبرز، وقالت رح نسوي لكم تحدي كل واحد يلعب مع مشتركينا ونشوف مين اللي رح يفوز. طبعا ما رح نلعب ضد بعض، لا، كل واحد رح يلعب مع 3 من مشتركينا طور الملتي بلاير ببلاك اوبس كولد وور، طور السنايبرات وطور الملتي بلاير العادي، وبعدين طور الاوت بريك الجديد بالزومبي بلاك اوبس كولد وور يلي هو زومبي بس بعالم مفتوح. بالنسبة لطور الملتي بلاير، فالفريق اللي رح يجيب اعلى عدد من القتلات هو الفائز. عنا 3 محاولات بجيم مود السنايبرات و3 محاولات بالتيم ديث ماتش، فنحن بعدين نختار افضل جيم وهذا الجيم راح يحسبوا نقاطه. فبهالفيديو راح احط لكم افضل محاوله، يعني السنايبرات راح تشوفوا جيم واحد، هذا افضل جيم بالنسبه لنا، والكلات راح تنحسب، ونفس الشيء التيم ديث ماتش. وبالنسبه للزومبي او طور الاوت بريك الجديد، فمعنا نص ساعه نوصل اعلى راوند ممكن. طبعا الراوندات بالجيم مود الجديد جدا طويله وجدا صعبه، فيعني كان الوضع جدا جدا حماسي. وبعدين المنظمين رح يجمعوا نقاط اليوتيوبرز كلهم ويشوفوا مين الفريق الفائز. طبعا المشتركين اللي رح العب معهم حاليا اخترتهم من تويتر، اللي متابعني على تويتر شفني من اسبوع او اسبوعين تقريبا حطيت تغريده وقلت رد بافضل لقطه لك بكول اوف ديوتي، سواء بالمالتي بلاير بالزومبي بالوارزون. ففي كثير ناس ردوا وحطوا لقطات، واخترت 3 عشوائيين ورح العب معهم حاليا. فيلا خلينا نبدأ. بس قبل أن نبدأ، حاب أشكر شركة ريزر على إرسالهم هالكرسي الرهيب اللي شايفينه قدامكم حاليا. هذا الفيديو ما هو سبونسر إلهم أو ما هو برعايتهم، فقط أرسلوا لي هالكرسي الرهيب وحاب أستعرضه إلكم بشكل جدا سريع. كرسي ريزر إسكر الخاص للألعاب يعتبر حرفيا أكثر كرسي مريح موجود بالسوق حاليا. الشيء اللي يميزه عن غيره من الكراسي هو أنه فينك تتحكم بكل شيء بالكرسي على راحتك، طول، انحناء، اليد تحركها على راحتك، وحتى في زر تحت بيخليك تقدم مستوى الظهر مثل ما شايفين. هالخاصية ما شفتها موجودة في أي كرسي غيره، فكرسي جدا جدا مريح مناسب للجيمينج. اذا بدك تعرف معلومات اكثر عنه شيك اللينك الموجود بالوصف، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، فحاليا رح نبدا بالمالتي بلاير بجيم السنايبرات، ومعي الشباب الطيبه من المشتركين. اولا اونر او ميهوك، يا هلا والله. يا اهلا بشار. هلا. وبعدين عنا ستان بركات، اهلا فيك. يا هلا يا هلا. اهلا. ومعنا ان جي كيو 10 ام او احمد، يعني هلا يا هلا يا هلا. فجاهزين للدعس يا عيال؟ اكيد جاهزين. يلا سني جيم والله لندعس. بس يلا يلا. لا لا ما عليك، ان شاء الله ندعس. يلا شباب، جيم جيمنا ان شاء الله. دعس دعس، هذا من اول جيم. والماب حلو ودومينيشن والبينج كويس، ما عندنا حجة ما ندعس. الأول ثاني ثالث، روح يا وحش. لا لا خرب علي، كفو خرب علي. كليب بارك، آه بارك خرب علي. القم هذا الجيم. قاعد تلعب بهيفي سنايبر. والله أخذته من الأرض، أنا أي شيء بلاي بالأرض بأخذه لأنه بعرف أفضل من اللي عندي. هادي. أنا نسي القم، بس القم. ما شاء الله يا اخي، يخرب على الدبل. يلا الثالث الثالث، تعال 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 تعال. سيف وراك وراك وراك. ايوه سيف قتلني. وراك وراك وراك. يلا 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 القم. ايوه حط ال ار سي اكس دي عشان قلت القم. روح فجر. ايوه دبل اللي بعده. روح انت كمان، تعال والله تموت بنايف. ايوه خذ يو اي في تستاهلوا. انا تعبت من الهيت مارك، انا تعبت من الهيت مارك، قلبت فيز بشار انا. يلا يلا شباب. بالسبون تغير. قاعدين انت اكبر من فيز يا بشار. الله الله على التسليك. الله عزز لك. لا 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 اوكي، طلعوا 7 بوجي فجاه هيك. روح يا احمد الاول. ايه شو 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 الثاني يا وحش. الثالث كفو. الثالث ترى الرابع فجأة.
أوه والله هذا الكايرو اللي فيه ردات خرافي سهل صح؟ لا والله مو سهل. صار عنا صار عنا عندك أول ثاني عنا الأول اطلع الثاني اطلع ذاك رجال اوكي مارك 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 فنشتها ايوه والله فنشت واحده بالغلط كان قاعد تحاول تدمر سنتري رحت فنشتها وقتلت اللي بعده انا ابدعت في البدايه بعدين خلاص الثاني وساعدك على الثالث يلا روح يا وحش يلا اعطوني فرصه اذبح حلو 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 حتى لو خسرنا الكلات الكلات 58 36 خلنا نشوف ميهوك يلا الاول حطيت سنايبرك يا اخي بس صعب كان ثاني احنا اول اربعه ايوه نحن اول اربعه يب 26 كل 37 36 58 والله حلو 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 اوكي شباب حاليا اول جيم بالفئه الثانيه اللي هي تيم ديث ماتش خلصنا من السنايبر حاليا راح تشوفوا الدعس مني يعني من شوي كانوا الشباب مسوين الشغل حاليا ان شاء الله انا يطلع مني شغل حلو لاني انا فاشل بالسنايبر يلا يلا الثالث القوم وبس ايوه والله الدث مشين واظن واضح دث مشين راحت وور مشين يلا على الور مشين اوكي حرام اخر قتله علي كانت يلا يلا بس الكلات حلوه انا 26 26 ميهوك 22 احمد 16 بركات 14 حلوين حلوين يلا 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 ها شباب من شوي طلعت الاول عليكم ها هتنعاد الحين الحين يلا يلا ليش لا جد ليش لا الله على القنابل اوه دبل نايس دبل بفراغ القم بس انت الثاني انا لفيت غدره شلت واحد جالي وار مشيل حلو دف مشين دف مشين دف مشين شلت واحد ثاني شالني يا الله ايش اقهر شعور تطلع دث مشين ولا وور مشين وتموت على طول حلو 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 انا 19 كل احمد 28 نايس ميهوك 25 وبركات 29 قتلات حلوه روح البلاي اوف ذا جيم اونر الله 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 يب خلط يا وحش اوكي شباب حاليا تحدي الزومبي الاوت بريك فنفس ما قلت لكم بدايه الفيديو لازم نوصل اعلى راوند بنص ساعه وعندنا 3 محاولات انا راح اترككم المحاوله الافضل فبالنسبه للزومبي في تيم ثاني لانه التيم اللي لعبنا معهم من شوي مالتي بلاير لاعبين الشباب المالتي بلاير ما شاء الله عليهم شفتوا الدعس اللي سووه بس بالزومبي لك عليهم شوي فتيم الحين عندي شباب من المشتركين ما شاء الله واضح انهم مختمين الزومبي عنا ايمن يا هلا والله هلا هلا وعنا فيصل يا هلا والله اهلا وعنا يوسف او جيم سمول اللي موجود معنا في البوثات قبل بس هو مشترك في القناه صح مشترك في القناه اي اكيد رجال عرفتك هو مشترك يعني يعتبر من المشتركين يلا جاهزين للسبيد رن
لازم نوصل اعلى راوند ومعنا 30 دقيقه بس. فيعني اي سايد كويست راضي بي عندنا اي سايد كويست اي مهمه جانبيه اي شيء بنسحب عليه على طول المهمه على المهمه الاساسيه قدامنا جنبات خلينا نروح على طول. يلا 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 اسكورت أولا. على الاسكورت هو صعب وما معنى شيء بس لا لا اظن راوند واحد راوند واحد تكون سهله. لا لا رجال سهله راوند الاول يلا شباب حد يحاول يوصلها ويفعل على طول ما يستنانا. يلا الله الحين بيجمون بيجمون يلا يلا شباب حد بادي سكينه ولا بس انا بس انت غلط والله غلط ابدا بسكينه الشعب كله شراقنا اخوي يلا وراها 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 كفو قطعوهم ايوه كفو الرنج يلا يلا دخلناها دخلناها بسرعه بسرعه يلا اول ما يحدد البيكن على طول نط حلو 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 سامنا فوق حلوين نلحق ناخذ ستامين اب وجقر حلو يا شباب سيارة 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 يلا 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 سيارة يا شباب سيارة وراك وراك واحد يجيبه واحد يجيبه بس روح 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 ادعس حلو يلا 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 والله بقى وجهي قوي انا قاعد انيف البانزر مضبطين اموركم انا ما عندي الا سكين يا رجال الناس طورت احنا مطورين الله يكيلك بس والله السكين مسوي شغل قاعد الفلف واللي قرب اطلع عن امه تعرف مالك انتوا 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 شباب ركزوا على البعيدين انا اي واحد يقرب قاعد اشيله حلو اوكي شباب احنا عملنا غلط كان لازم حد يبعد عشان يروح على المكان الثاني بعرف بعرف انا وين يلا يلا رايح عليه اوه لا انتوا رحتوا حلو 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 كفو 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 حلو يلا فعلوها اول واحد يلا سهم سهم لفوق سهم لفوق سريع سريع حلو لحق ناخذ لنا كم بيرك هات الكويك ريفايف هات ال ديد شوت سريع 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 يلا انا هركب على اليمين حد يركب معي سريع بسرعه بسرعه حد يركب معي يلا 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 روح كفو اوكي اوه نسيت يا ربي اوكي انا اسف ايمن رميتك بالبتو انا اسف انت تحت صح ارجع ارجع وراك 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 فوق بتكون الجمباد اوه ميجاتون احمر والله انا ما عندي لا سكين اوه على راس على الطرف والله الضرب يعطي بوكس يضوع نفس الهيلث يب حلو حلو يلا يلا يروح مكان واحد يروح قدام واحد يروح ورا عشان اذا بيروح ورا انا بروح قدام شوي بيروح هنا 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 بيروح هنا هنا حلو حلو حافظ حافظ يلا ورا 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 اوكي يوسف يوسف روح 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 على جمباد يوسف روح على جمباد نحن مكمل روح على جمباد اوكي خلص ما جمباد هنا في جمباد دور دور اقرب اقرب جمباد روح عليها يلا ساعدني ساعدني في وصل واحد راح افضل الشارع انت لا تروح انت اللي عندك نايف صح بس يلا يلا مو مشكله احلو طلع لي مسدس اوكي يلا المكان الثاني وين 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 يلا يلا الحق 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 اخذ شيلد الحق اخذ شيلد شيل 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 حلو شيلد فل انا نسيت انا وين سياره صح يلا انا عند البي يلا يلا عند البي انا عند الاي انا عند الاي ويا نيزرو واحد واحد يجيني انا بشيله او انت شيله انت شيله عندك البي خلاص روح شيلها نيزرو شيلها حد يجي يساعدني على البي يا شباب شيله اي معك معك حلو 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 يلا اخذتها 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 اوه والله قتلت كل شيله 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 بالسوبر إذا حد فينا يروح يعمل له ريفايف يروح. احنا قربنا بس خل اوصل هاري قريب. اتركك عندك نيزرو عندك اللي هو سبيشل؟ يب يب مامي. حتى اول انا بسحب عليك حطيتها 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 حط حط عادي حطيتها يلا كلمات اسحب عليه اسحب عليه حطها حطها.
رباب اذا تقدر خلاص خلني وقت خلني وقت كفو خلصنا والله السرعة صح هولد اوت ولا لا وصل كان حطه فيه وصل هولد اوت وفعلها على طول بحاول بس اتوقع بلا ركض اتوقع بوصل وباقي 300 متر لحين فعلتوها لا 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 الحق اطور طور طور سريع 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 سريع, سريع. لا حرام يلا مو مشكله مو مشكله ما كان احمر عادي شباب انا راح اكون اعتمادي عليكم انا معي سكين ومسدس ازرق لو حد محشور يقول بفعل خلوني اجيب مكاوها فعل 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 انا اقول لا من حشره اتوقع لا لا خليها خليها الحالات الطارئه ان شاء الله بس ما رسمين مقتن اتوقع رسمين اثنين او ثلاثه حلو حلو اللي حط رينج اوف فاير كفو يا شباب اخ الزحمه الزحمه انا طحت بقى انا بقى طحت بقى انا بقى طحت بقى انا طحت لا ما طحت وين حشرت 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 ما يمديك تركض ما يمديك اخ دخلنا غلط بنخسر الجيم خلاص واحد علينا نعيد ايش سوى لا 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 ما كمل خلاص انتهى الجيم يا رجال لا 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 ملك طبعا كويس ان شاء الله والله انحشرت انا واحد ساعه باقي واحد معك صح اللي كلمتنا يا رجال اللي عنده سلف اللي عنده سلف لا تسوي لا تسوي لا تسوي لا تسوي خلي على اخر ثانيه اللي عنده سلف اللي عنده سلف على اخر ثانيه في حال عنده سيلف ولا هذي كوكر فايف؟ توقع كوكر فايف كوكر فايف ايه خلاص متنا ما حبي يدبع خلاص خلاص لا 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 تقول ما يمديك لازم تقتل كلب خلاص فكرت حد عنده خلاص سيلف خلاص خلاص بقف الجيم ونعيده شو سبع او عش لا لا او قومنا قومنا الحمد لله وانا عشت الحمد لله قومنا على نهاية التحدي الحمد لله بشار ضروري تاخذ سلاح كذا الوضع ما في امل نوصل خلاص على فكرة باقي معنا دقيقتين لازم بسرعة نفوت راوند ستة حتى اقل اقل والله معنا 30 ثانيه يا شباب خلاص توقعت إيه سهم لفوق سهم لفوق سهم لفوق ايوه 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 مجرد ما نفوت اللودينج يعني خلاص يلا 15 ثانيه 15 ثانيه اللودينج 30 ثانيه تقريبا اوكي اوكي طلعنا خلاص وصلنا راوند 6 بنص ساعه حلوة حلوة في شباب كذا بكون وصلنا لنهاية الفيديو كل صراحة ما أدري مين الفريق اللي فاز إلى الآن المنظمين ما ردوا وما خبرونا مين الفريق الأول الثاني الثالث بس شيكوا التعليق المثبت أسفل الفيديو أول ما يردوا علينا ويحكونا مين الفريق الأول والثاني وكذا رح أكتبها بالتعليق المثبت على ما أظن على ما أظن نحن فزنا على فريق ريل فراس وعزيز تشوبرز لأنهم الاثنين حملوا فيديوهات ورحت شفتهم ونحن فايزين عليهم برياحة سواء بالمولتي بلاير أو الزومبي بس بالنسبة لفيز فيروس فما أدري صراحة لأن الفيديو حقه ما كان واضح كم عدد القتلات اللي جابوها أو كم راوند وصلوا بالزومبي فالمهم راح أنتظر رد المنظمين وأكتب لكم بالتعليقات بس حاسس إحساس جدا قوي إنه نحن الفريق الفايز في أتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر لايك وشاركونا بالتعليقات أراكم عن هالفيديو وبس كان معكم في شركيات شركة كيش كم ديها التاني إن شاء الله مع السلامة.